بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مع هاي سكول سنتر وكورس جديد وهو يور واي تو بي ا بروفيشنال كلينيكال فارماسيست، وان شاء الله دي ليكتشر 1 من الكورس بتاعنا وده موديول 1 زي ما قلنا. ان شاء الله انا هكون معاكم ولاء عوض، معايا زماله مصريه تخصص صيدله اكلينيكيه، بورد امريكي تخصص فارماكوثيرابي، بورد نيوتريشن. اشتغلت سينيور كلينيكال فارماسيست بيدياتريك اي سي يو في احد المستشفيات الحكوميه، اسست قسم الصيدله الاكلينيكيه في احد المستشفيات الخاصه، واشتغلت سينيور كلينيكال فارماسيست في احد المستشفيات الخاصه في الاي سي يو والسي سي يو الاوبن هارت. ان شاء الله انا هكون معاكم النهارده في اول محاضره من الكورس بتاعنا يور واي تو بي ا بروفيشنال كلينيكال فارماسيست. المحاضره اللي هناخدها النهارده مع بعض هي الاسينشال اي سي يو ايكويبمنتس اند ايدنتيفيكيشن اوف بيشنت فايل. ويمكن زي ما قلنا احنا الهدف من الكورس بتاعنا ان احنا عايزين نربط النظري بالعملي. في ناس كتير ممكن تكون عندها المعلومات النظرية بس مش عارفة ازاي تستفيد من المعلومات دي، حصل على بورد، حصل على زمالة، حصل يعني الزمالة برضو بيبقى اخد تريننج كبير، حصل على بورد مثلا وحصل على دبلومة فما اشتغلش عملي كتير فمش عارف يطبق المعلومات النظري اللي درسها دي على ارض الواقع. فبالتالي احنا هنحاول واحدة واحدة معاك ان احنا نصور لك اللي بيحصل على ارض الواقع ايه. وزي ما قلنا الكورس بتاعنا هيبقى عبارة عن موديولز او ليفلز. ده الموديول الاولاني اللي هو الليفل الاولاني، ان شاء الله هيبقى في موديولز تانية بعد كده بس هتبقى سبيشاليتيز اكتر، يعني ممكن ندي موديول اي سي يو، ممكن ندي موديول كارديولوجي، بيدياتريك اي سي يو ونيكيو، ممكن ندي انفكشوس ديزيزز وهكذا. طيب خلينا نبدا نتكلم مع بعض النهارده على الاسينشال اي سي يو ايكويبمنتس اند ايدنتيفيكيشن اوف بيشنت فايل. طبعا الكورس بتاعنا هيبقى عباره عن 20 محاضره. النهارده مع بعض ده الجدول بتاعنا، السكيدجول بتاعنا. النهارده هناخد البيشنت فايل اند اي سي يو ديفايسز. يوم الثلاث باذن الله هيبقى في محاضره عن اللابوراتوري ريزلتس انتربريتيشن، ان انا ازاي من اقدر اقرا اللابس وازاي اقدر اخد ديسيجن صح بناء على كل لاب. يوم الاحد ان شاء الله هيبقى في محاضره معايا برضو وهي الكلينيكال فارماسيست تشيك ليست، اللي هو انا داخل الرعايه او داخل الوورد تايه، مش عارف امسك الفايل بتاع المريض ازاي، مش عارف ادور على ايه. في ناس كتيره بتبقى متخيله ان دورك بس هتدخل تبص على الادويه وجرعات الادويه، لا في حاجات تانيه كتير انت بتعملها، فبالتالي هدي لك تشيك ليست تقريبا حوالي 15 ايتمز المفروض ان انت بتدور عليهم، وكل ايتم فيه كرايتيريا معينه بتدور عليها فيه. ودي هتبقى المحاضرة التالتة بإذن الله. هنتكلم كمان على الإيفيدنس بيزد ميديسن، إن أنا إزاي أدور على معلومة. أنا مش مطالب ككلينيكال فارماسيست إن أنا أبقى محتفظ بالمعلومات كلها في دماغي، بس أنا مطالب إن أنا إزاي أعرف أوصل للمعلومة في وقت قليل وفي نفس الوقت المعلومة دي تبقى معلومة تراستبل، بمعنى إيفيدنس بيزد ميديسن. هنتكلم على الفلويدز اند الكترولايتس ودول هيكونوا في 2 ليكتشرز، وازاي ان انا اقدر اعمل انترفنشنز كتيره بناء على الفلويد والالكترولايت ديستربنس اللي ممكن يحصل للبيشنت بتاعي. هنتكلم على الانتي بايوتكس ان ذا اي سي يو، وازاي اقدر اعمل انتي مايكروبيال ستيورد شيب علشان اقلل من الميس يوز للانتي بايوتكس اللي ممكن بيكون بيحصل عندي في المستشفى، وازاي اقدر اعمل انتي بايوجرام. هناخد بعض التوبكس اللي ليها علاقه بالكارديولوجي زي الهارت فيلير، زي الاكيوت كوروناري سندروم، زي الاترال فايبريليشن، زي الستروك. هناخد حاجات كمان انترنال ليفر فيلير اند البومين بروتوكول، هنعلمك ازاي تعمل البومين بروتوكول، لان الالبومين زي ما قلنا من الادويه اللي هي فيري فيري اكسبنسيف وبرده فيها ميس يوز عندنا. هناخد كيس كمان على الرينال فيلير وعلى النيفروتيك سندروم. هناخد بعض الكيسز على الانفكشن زي النيمونيا انترا ابدومينال انفكشن، دايابيتك سيبتك فود اند نكروتايزنج فاشايتس اند سيبتك شوك. وهناخد محاضره كمان على النيوتريشن وازاي اقدر افرق بين التايبس اوف نيوتريشن سواء انترال او بارنترال، وازاي اخد ديسيجن ان انا ابدا انترال او بارنترال، وايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل عندي. وهنختم بالبيشنت اديوكيشن او البيشنت كونسلنج، وده من الحاجات المهمه جدا لازم انا ككلينيكال فارماسيست او كفارماسيست اكون بعملها للبيشنت بتاعي، لان اكيد لما ادي المريض بتاعي الدواء واقول له طريقه استخدامه ازاي، الطريقه الامثل ازاي يقدر يحافظ على الدواء بتاعه ويحطه فين بالظبط، بحيث مثلا في بعض الادويه مثلا ما ينفعش تتعرض للرطوبه، يبقى انا اكيد كلامي مع المريض ده هيرفع ثقه المريض بيا، وبالتالي هيقدر ان هو يبقى الصيدلي بالنسبه له شخص موثوق فيه للحصول على المعلومه. في ناس كتير بتبقى محبطة أو شايفة إن
صيدلي، الصيدلي مش اخد وضعه. والله انا شايفه ان دكتور give life with medicine، we pharmacist give life to medicine. انا اللي بقدر ادي حياه للدواء، انا اللي بقدر كصيدلي ان انا اخلي الدواء يفرق فعلا مع حياه المريض. الفيزيشن بيشخص وبيدي وبيكتب الدواء، انا كصيدلي المفروض ان انا اتاكد ان الدواء ده هو المناسب للمريض بتاعي وانه يتاخد بالصوره الصح، بحيث ان احنا في الاخر نكمل بعض. يبقى الفيزيشن عمل دايجنوز الصح، والفارماسيست اتاكد ان الميديسن هو الميديسن المناسب للمريض ده وانه اتاخد بالصوره المناسبه، وبالتالي اتاكد ان انا ابقى قدمت اكتر خدمه ممكنه للمريض بتاعي. يعني صوره في الكوميكس مثلا ان انت ممكن تقول المريض يتاخد الدواء يتاخد كده اهي بالمعلقه، لا انا ممكن في بعض الادويه لا محتاج ان انا اقول لك تاخدها مثلا جاست دروبس، بحسبها لك بدروب، خصوصا لو انا بتعامل مع بيدياتريك مثلا او كده. وبالتالي فروق خفيفه زي دي ممكن تفرق مع المريض. طيب نبدا في الموضوع بتاعنا وهو الانتنسيف كير يونت اكويبمنت. ايه الاكويبمنتس اللي انا لو دخلت في الاي سي يو عندي انا هبدا اشوفها؟ هبدا اشوف حاجات ليها علاقه بالبيشنت مونيتورنج، حاجات ليها علاقه بالريسبيراتوري اند كاردييك سبورت، بين مانجمنت، ايمرجنسي ريسوسيتيشن ديفايسز، لايف سبورت اكويبمنت ديزايند تو كير فور بيشنت هو ار سيريوسلي انجرد. طبعا هنمسك حاجه حاجه فيها وهنبدا نتعرض مع بعض لشكل الديفايسز. اهم حاجه انا عايزاك تبقى عارفها، الهدف ان انا اوري لك الديفايسز، انا مش هقول لك الديفايس ده بيشتغل ازاي او وضعه ايه، انا هقول لك الديفايس ده القراءات اللي انت هتشوفها عليه هتفرق معاك ككلينيكال فارماسيست ازاي. ده اللي يهمني انا ككلينيكال فارماسيست من كل جهاز. طيب ندخل مع بعض كده الرعايه ونبدا نشوف ايه الاجهزه اللي ممكن تبقى موجوده عندنا في الرعايه. ادي مثلا ده مريض، ده المنظر بالظبط اللي احنا بنشوفه، ادي بيشنت على السرير في اجهزه كتير حواليه. هنبدا ناخد جهاز جهاز من الاجهزه دي ونتكلم عليها، وفي اخر ما هخلص جزء الديفايسز هرجع لك للصوره دي تاني واقول لك شايف الانبوبه دي، انت عرفت معايا الانبوبه دي ايه، شايف الانبوبه اللي طالعه من هنا، انت عرفت دلوقتي الانبوبه دي ايه، شايف اللي موجود في الصوبع بتاع البيشنت، انت عرفت ده ايه. وبالتالي احنا دلوقتي لو داخلين مع بعض الرعايه وده المريض احنا شايفين حاجات كتيره مش عارفين دي ايه او انا استفيد من كل جهاز ايه. ان شاء الله واحده واحده في خلال نص ساعه ساعه ماكسيمم هنبقى عرفنا كل الديفايسز دي. اول حاجه اي سي يو بيد سايد مونيتورز، ده عباره عن ايه؟ ده جهاز بيبقى عباره عن زي كده الشاشه بتاعه الكمبيوتر بتاع زمان او سكرين، وفي سلوك كتيره وبيبقى فيه معاهم كف. ده شكل الجهاز، انا بشوفه ازاي؟ انا بشوفه جنب المريض بالمنظر ده، ادي المريض اهو نايم على السرير، ده المونيتور. اول حاجه هنتكلم عنها هي المونيتور بالمنظر ده. تعالى كده نعمل سكوب اكتر على السكرين ونشوف ايه القرايات اللي هتبقى موجوده عليها، هتظهر لنا بالمنظر ده. ده بالظبط لو احنا قربنا من السكرين اللي متوصله بالمريض ده اللي هنشوفه عليها. هنشوف فيه رقم في الاول، تمام؟ ده هتلاقي جنبيه هارت، ده بيبقى عباره عن respiratory rate. هنشوف حاجه تحت دي هتبقى عباره عن البلاد بريشر، في رقم صغير ممكن يبقى موجود في بعض الاجهزه الحديثه تحت بين قوسين، ده بيبقى حاجه اسمها الام اي بي المين ارتيريال بريشر. هنشوف حاجه تحت اس بي او 2، ده عباره عن الاكسجين ساتوريشن. هنشوف اخر حاجه الريسبيراتوري ريت. طبعا بيبقى في فروق من جهاز للتاني، بس معظم الاجهزه بتبقى ماشيه بنفس السيكونس ده، هارت ريت، بلاد بريشر، تحتيه الام اي بي المين ارتيريال بريشر، الاكسجين ساتوريشن، الريسبيراتوري ريت. في بعض اجهزه على فكره ممكن تبقى كمان جايبه لي التمبريتشر. طب وايه الحاجات اللي موجوده دي هنا؟ ده مثلا بيبقى اي سي جي، بس اي سي جي مش سكس ليد، مش الاي سي جي اللي هو الادفانسد، لا اي سي جي بس بيديني كده فكره سريعه اذا كان الريذم بتاع المريض بتاعي نورمال ولا اب نورمال، لكن مش بيغني عن جهاز الاي سي جي المنفصل. لكن ده عباره عن مونيتور متوصل بالمريض طول ال 24 ساعه وهو موجود عندي في الرعايه، القراءات شغاله بالمنظر ده، انا شايفها والفيزيشن شايفها والنورس شايفاها. انا ككلينيكال فارماسيست هتفرق معايا في ايه؟ هتفرق معايا ان اكيد في ادويه هوقفها او ادويه هزودها بناء على البلاد بريشر والهارت ريت، اكيد الاكسجين ساتوريشن هيفرق معايا، اكيد الريسبيراتوري ريت او التمبريتشر لو موجوده هتفرق معايا. دي بنقول عليها الفيتال ساينس، العلامات الحيويه للمريض بتاعي، كل علامه فيهم ممكن يتضاف عليها دواء او يتشال عليها دواء عندي. إذن ICU بتسايد
monitors هو all patient admitted to the ICU are connected to a bedside monitor during their stay. لازم يبقى متوصل ال 24 ساعة عندي في الرعاية. The ICU monitor, which looks like a television or computer screen, provides ICU staff with real-time information on important vital functions such as heart rate and rhythm. وزي ما قلنا الريثم ده مش الاي سي جي الرئيسي، لا هو يعني two leads بس مش six leads، فبس بيديني فكرة عن الريثم. The blood pressure, the body temperature في بعض الأجهزة, breathing rate and oxygen saturation. نرجع تاني، ادي اهو قلنا الهارت ريت، قلنا البلاد بريشر، قلنا الاكسجين ساتوريشن، قلنا الريسبيراتوري ريت. تمام، اهلا بيك يا دكتور امل، اهلا بيك، اخبارك يا حبيبتي عامله ايه؟ طيب كان في هنا جنب السكرين، انا الحاجات دي متوصله بالمريض ازاي؟ عن طريق الكف. شايف الكف دي اهي، دي اللي بتبقى موجوده ملفوفه على الايد بتاعه البيشنت بتاعي، وهي اللي بتاخد القرايات دي بناء على ان هي متوصله بالمونيتور اللي احنا شفناه. بالمناسبة المونيتور ده بيقدر يعمل يعني يسيف لي قرايات فاتت، يعني انا مثلا انا عايز اشوف القرايه بتاعه 3 ساعات فاتت، في زرار معين انت بتدوس عليه في السكرين بيجيب لك قرايات الضغط والهارت ريت والحاجات دي كلها مثلا من ساعتين 3 فاتوا. في كمان ميزه ان ممكن في بعض المستشفيات الكبيره بيبقى في سكرين كبيره موجوده على الكونتر بتاع التمريض، يعني انا في مونيتور صغير موجود جنب كل مريض، وفي سكرين اكبر موجوده عند الكونتر بتاع التمريض جايبالي القرايات بتاعه المونيتور بتاعه كل البيشنت اللي عندي في الرعايه، او 5 بيشنتس او 10 بيشنتس على حسب السكرين. فاهم قصدي؟ يعني انا السكرين دي فرديه ودي موجوده في اوضه كل مريض. بعض المستشفيات الكبيره انا شفتها في مستشفى واحده بس سكرين كبيره موجوده بره متقسمه سكرينز صغيره جايبالي القرايات بتاعه مثلا 10 بيشنتس ولا حاجه، فبالتالي الممرضه تبقى قاعده بره على الكونتر شايفه القرايات بتاعه المرضى كلهم. الجهاز ده برضه بيعمل الارم بحيث ان لو في مثلا اريثميا او حاجه بيبدا يعمل لي الارم. طيب الكف طبعا يعني ان كريتيكالي البيشنت نيد تو هاف ذير بلاد بريشر تشيكد ريجولري. ذيس بروفايلز ذا ستاف ويز فايتال انفورميشن اون ذا كارديوفاسكولار سيستم زي الهارت زي الارتيريوس زي الفين. Large cuff is placed on the patient's arm or the leg and is manually or automatically. طبعا احنا عارفين ان الكف دي زي ما شفنا هي اللي متوصله بالمونيتور. الكف دي انا ممكن استخدمها لقياس البلاد بريشر مانيوالي، في بعض الاوقات المونيتور ممكن ما يقدرش يقرا البلاد بريشر قوي لما بيبقى فيه مثلا سيفير هايبوتنشن. تلاقي الدكتور يقول لك ايه المونيتور مش قاري، او انت تيجي تقف كده تبص على المونيتور تلاقي الضغط غريب، فتسال التمريض تقول هو انت استيل الضغط، يقول لك بص يا دكتور لا استنى انا هقيسه لك مانيوالي، اصل المونيتور دلوقتي مش سنسيتيف قوي للحالات مثلا زي السيفير هايبوتنشن. ففي حاله زي كده بيتقاس مانيوالي او بيتقاس بطريقه ثانيه هقولها لك كمان شويه. When patient are very ill or unstable, the staff may insert an arterial catheter. لو انا مش قادر اقرا البلاد بريشر على المونيتور او اقراه مانيوالي بيتركب حاجه اسمها arterial catheter to continuously measure the blood pressure. ايه الارتيريال كاثيتر دي؟ تعال نشوف الارتيريال كاثيتر. دلوقتي انا البيشنت بتاعي الضغط بتاعه واطي جدا لدرجه ان المونيتور نفسه عمال يطلع لي قرايات غريبه او مش بيقرا لي، فتلاقي التمريض يقول لك ايه خلاص يا دكتور احنا هنركب ارتيريال لاين علشان يقيس البلاد بريشر عن طريقه. ده عباره عن لاين زي اللاين اللي احنا بنشوفه عادي في ايد المرضى، بس داخل في الارتري مش داخل في الفين، وبيبقى متوصل بحاجه زي سكرين بالمنظر ده بتبدا تقرا لي البلاد بريشر اللي هو بيبقى يعني البيشنت كريتيكالي ال لدرجه ان الجهاز المونيتور مش قاري الضغط عادي. تمام، فده برضو بنلجأ له في اقل في اضيق الحدود. طيب اذا الارتيريال لايت انا بستخدمه فور دايركت كونتينوس مونيتورنج للسيستميك ارتيريال بريشر عن طريق ان انا بعمل انسرتنج الكاثيتر في البريفرال ارتري سواء في الارم او في الليج. الكاثيتر از كونكتد ويز ا ترانسديوزر ويز الكتريكال سيجنال، اللي هي الالكتريكال سيجنال اللي احنا شفناها هنا بالمنظر ده. هل ليه فايده ثانيه غير ان انا اقيس بيه الضغط بس؟ اه بيساعدني ساعتها ان انا اجمع البلاد سامبلز خصوصا حاجه زي الاي بي جي الارتيريال بلاد جازز. انا خلاص هو في لاين موجود عندي انا هقدر اسحب كل شويه العينه منه واقيس الاي بي جي زي ما انا عايز. تمام، طيب في حاجه اسمها ساتوريشن مونيتور. الاكسجين ساتوريشن اللي احنا شفناه على المونيتور ده، نرجع كده هنا. طيب انا فهمت ان الكف اللي متوصله على ايد المريض ومتوصله بعد كده، ادي السلك اهو الكف لف على ايد المريض وادي السلك بتاعها خارج متوصل بالمونيتور، والمونيتور ده مطلع لي القرايات دي. الاكسجين ساتوريشن دي جت منين؟ الاكسجين ساتوريشن دي عشان تتقاس منين؟
بتتقاس من حاجة اسمها ساتوريشن مونيتور او الاوكزيميتر، عبارة عن حاجة زي مشبك كده او بالشكل ده بيتركب في الصوبع بتاع المريض. يبقى الساتوريشن مونيتور او اللي بنقول عليه البالز اوكزيميتر ده ديفايس ذات ميجرز ذا اكسجين ساتوريشن ليفل ان بيشنتس بلاد، بيقيس لي الاكسجين ساتوريشن. طب هو يعني ايه الاكسجين ساتوريشن؟ اكسجين ساتوريشن معناها كمية الاكسجين اللي موجودة في الدم عندي. تمام. طيب نرجع كده للرسمة بتاعتنا، اول رسمة خالص احنا دخلنا اهو، لقينا المريض اهو، المفروض ان المريض ده متوصل عندي بالمونيتور، لقينا المونيتور اهو، دي القرايات اللي عليه عرفت الهارت ريت، عرفت البلاد بريشر، عرفت ان في ديسيشنز كتير انا ممكن اخدها بناء على الابنورماليتيز اللي ممكن تحصل فيهم. الاكسجين ساتوريشن ده عرفت ان هو جه عن طريق الاوكزيميتر او المشبك اللي متعلق في الصوبع بتاع البيشنت بتاعي، وهنعرف ان هو النورمال من 96 ل 100، ولما يقل عن 94 في ديسيشنز كتيره ممكن تتاخد، وده الريسبيراتوري ريت عندي. ايه تاني ممكن اشوفه في المريض بتاعي؟ هنشوف حاجه اسمها سنترال فينوس كافيتر او سي في سي او سي في بي، هي منتشره اكتر باسم سي في بي، بس هي الصح اسم القسطره نفسها سنترال فينوس كافيتر. امال ايه سي في بي اللي بنسمعها على طول؟ دي سنترال فينوس بريشر، بريشر ده الفانكشن اللي هو بيقوم بيها، بس هي قسطره. طب عباره عن ايه القسطره دي؟ هي عباره عن كاثيتر متركبه، بس متركبه فين؟ في السنترال لاين. طب السنترال لاين ده عباره عن ايه؟ انا داخل اهو بفينز معينه هنعرف اسمها مع بعض دلوقتي، بحيث ان انا ابقى متوصل على السوبيريور فينا كافا بتاعت الهارت على طول مباشره. تمام. تعالى كده، الكاثيتر دي لو انا جيت قربت شويه منها هلاقي ليها تب، وفي بادي اللي هو المحلول بتاعي هيمشي فيه، وفي هاب زيها زي الكاثيتر العاديه اللي بتتركب بريفرال، بس في فروق شويه طبعا عنها ان هي بتبقى متركبه في السنترال لاين. طيب السنترال فينوس كاثيتر او السنترال لاين ده عباره عن ايه؟ عباره عن انتروفينوس لاين يوزد فور جيفنج بيشنت فلويد او ميديكيشن، انا هستخدمه ان انا هدي فيه محاليل او ادويه، اند ديتيرمين فلويد ستيتس اوف ذا بيشنت، وهعين حاله الفلويد في جسم المريض بتاعي، بمعنى هل المريض دلوقتي في هايبر فوليميا ولا في هايبو فوليميا ولا في ايو فوليميا، ودي هنعرفها مع بعض في المحاضرة أعتقد الرابعة أو الخامسة لما نيجي نتكلم على الفلويدز والإلكترولايت. هنعرف السنترال فينوس لاين ده أنا بستفيد منه إيه، وإيه يعني بناء على قراية إيه أقدر أعرف حالة الفلويد ستيتس للبيشنت بتاعتي، وهل ينفع أعتمد عليه اعتماد كده ثقة وأسلم أمري ليه تماما ولا لأ؟ ده هنعرفه في محاضرة الفلويدز بإذن الله. It may be used when the patient's vein in the arms are difficult to access or when certain medication or nutrients need to be given. ممكن ان انا استخدمه لو انا مش عارف اجيب peripheral vein، بس يعني بيني وبينك صعب شوية ان المريض يتأثر central line علشان مش عارف تجيب peripheral vein، لان central line دي ليها مشاكل كتيرة، بس لو انا خلاص مش عارف اجيب peripheral vein في المريض بتاعي ممكن ألجأ للcentral line. بس الاستخدام الاكثر لي عندي في المستشفى ان انا عشان ادي بيه medication او nutrient، خصوصا اللي ما ينفعش تتاخد في السمولر vein. ليه؟ في محاضرة النيوتريشن ان شاء الله هتكلم معاك ان في بعض المحاليل الاسمولاريتي بتاعتها ممكن تبقى عالية قوي، فدي لو اديتها بعض المحاليل وبعض الادويه، فدي لو اديتها بريفرال الفين ممكن يتحرق منك، يحصل ثرومبوفليبايتس، فبالتالي لازم اديها في فين واسع. الفين الواسع عندي هو السنترال فينوس كاثيتر. تمام. طب دي بتشتغل ازاي؟ السي في سي ديت داخله في لارج فين في البادي، يا اما اللي موجود في النك في الرقبه وده اللي بنقول عليه الجاجولار فين، او موجود في الشولدر او اللي هو بالظبط كده فوق عظمه الترقوه اللي هو بنقول عليه السب كليفيان فين، او ممكن نبقى داخلين من الجراين وده بيبقى عندي فيمورال فين. يبقى انا بركب من حاجه من ثلاثه، اما جاجولار يا اما سب كليفيان يا اما فيمورال فين. في بعض البيشنت السنترال فين فينوس كاثيتر دي ممكن ادخل بيها من فين في الالبو، انا هدخل من القلب عادي بس انا هفضل ماشي بالقسطره، القسطره بتاعتي هتبقى طويله شويه لغايه اما ادخل في السب كليفيان فين، وهنا بيبقى اسمها بي اي سي سي بريفرالي انسيرتد سنترال كاثيتر. يعني ايه؟ هي قسطره سنترال، معنى انها قسطره سنترال انها هتفتح في السب كليفيان في الاخر. فتحت في السب كليفيان ازاي؟ عن طريق ان هي وصلت للسب كليفيان فين، بس اولها دخل منين؟ اولها دخل بريفرال، دخل من فين في القلبه، يعني انا بدات بيها طرفيه بس القسطره طويله لغايه ما وصلت عندي للقلب مباشره.
طبعا سواء كانت في النك او في الشولدر او في الالبو، البيشنت لازم يتعمل له تشيست اكس راي بعد كده علشان اتاكد ان القسطره متركبه في المكان الصح، عشان مثلا ممكن يحصل عندي نيومو ثوراكس او حاجه لو القسطره اتركبت غلط. موضوع الكاثيتر ده موضوع كبير وموضوع متشعب. انا في الكورس ده اتكلمنا مع بعض ان جنرال على السنترال فينوس كاثيتر، لكن ان شاء الله في الادفانسد ليفلز بعد كده ممكن نعرف الفرق بين البي اي سي سي لاين والفرق ما بين ان القسطره دي تبقى متركبه جاجولار او متركبه سب كليفيان، مين فيها ريسك للانفكشن اكتر، مين فيها لازم تتغير بعد 3 ايام او بعد 7 ايام، او ممكن تتساب ازاي اعمل لها كير. لان السنترال فينوس كاثيتر دي على فكره ممكن تدخلك في مشاكل كتيره، يعني ممكن يترتب عليها ممكن يحصل عندي ثرومبس، ممكن يترتب عليها يحصل فيها انفكشن، ممكن يحصل ان هي تتسد منك. وبالتالي احنا بس النهارده مع بعض عرفنا ان في حاجه اسمها سنترال فينوس كافيتر هنشوفها متركبه في العيان سواء داخله من الجاجولار فينا او السب كليفيان او الفيمورال، المهم ان هي في الاخر بتفتح عندي على الهارت. انا بستفيد منها ان انا بدي بيها الفلويدز والميديكيشنز اللي ليها اوزمولارتي عاليه وما ينفعش تتاخد في السمولر فين. طيب هنشوف برضو جنب المريض بتاعنا سيرنج بامب وانفيوجن بامب. فاكرين الشجره اللي كانت موجوده؟ على فكره احنا بنقول عليها كده، يعني انا لما بدخل مثلا على مريض في الرعايه وابص عليه واشوف الشجره دي بنقول احنا عليها كده، دي الكلمه الدارجه على لساننا احنا كدكاتره او كصيادله، الشجره اللي جنب العيان. ببقى عارف ان المريض بياخد ادويه كتير وفي الغالب منها حاجات من اللي هي بنقول عليها الهاي الرت ميديكيشنز او الفازوبريسورز او الانوتروفز. دي في حاجات منها اسمها سيرنج بامب وفي حاجات اسمها انفيوجن بامب وهنعرف الفرق بينهم. اول حاجه دي معانا دي الانفيوجن بامب ودي سيرنج بامب. ايه الفرق بينهم؟ السيرنج عباره عن سرنجه وبتبقى متوصله بجهاز بالمنظر ده اهي واهي، اللي هي دي معانا بالمنظر ده سرنجه الماكسيمم كباسيتي بتاعتها 50 سنتي ومتوصله، والجهاز ده متظبط هنا على الانفيوجن ريت. يعني مثلا انا لو بصيت على السكرين هنا ده دواء موجود بيدي 3.5 سنتي في الساعه، احنا عندنا التمريض هنا بيقوم لازق لك عليها سوليتوب ابيض وبيكتب لك الماده اللي موجوده فيها، يعني يكتب لك ايه مثلا 2 امبول ليفوفيد زائد 50 سنتي جلوكوز، وانت هتبص هنا 3.5 سنتي في الساعه. عندك هنا في ارز ممكن ازود الجرعه او اقلل الجرعه. وميزه السيرنج بامب او الانفيوجن بامب كمان ان هي بتعمل الارم، يعني ايه؟ لما الدواء اللي فيها بيخلص بتبدا تصفر كده او تدي انذار ان الدواء يا جماعه خلص، تعالى يا تمريض غير لي او حط لي دواء جديد او حاجه. دي الانفيوجن بامب. ميزه الانفيوجن بامب ودي مش موجوده في مستشفيات كثيره لانها اغلى من السيرنج بامب، السيرنج بامب دي هتلاقيها في كل المستشفيات مصر. الانفيوجن بامب في المستشفيات يعني الخاصه، او والله شفتها برضو في بعض المستشفيات الحكوميه، بس يعني جهاز اغلى شويه فمش منتشر قوي. بس ميزته ان هو بيستخدم للفوليومز الكبيره. يعني السيرنج بامب زي ما قلت لك الماكسيمم كاباسيتي بتاعتها 50 سنتي. طب دكتوره انا في بعض الادويه ممكن احتاج احطها في 100 سنتي مثلا، يبقى ساعتها انك بتستخدم الانفيوجن بامب عندك. اذا السيرنج بامب از يوزد تو ديليفر سمول كوانتيتيز اوف انتروفينوس ميديكيشن اند فلويدز، لان انت مرتبط بكاباسيتي 50 سنتي. ذا ميديكيشن از بوت انتو ذا سيرنج ويتش از كونكتد تو ذا بيشنت فيا سبيشاليزد اي في تيوب، هي سرنجه عاديه متوصله بالمريض. The pump is then programmed by a clinician أو the patient's nurse. الدكتور أو التمريض بيظبطها to deliver the medication and the fluid عشان توصل لي الدواء أو الفلويدز بريت معين. Syringes drivers are often used when only small amount of medication or fluid are required. زي ما قلنا بتاعت ال small amount السيرنج بامب، لكن الانفيوجن بامب هي بتاعت الكميات الصغيرة أو الكميات الكبيرة. بس طبعا احنا عندنا في مصر بنبقى عاملين لها restriction على الكميات الكبيرة بس، لأن زي ما قلت لك هو جهاز أغلى مقارنة بالسيرنج، فاحنا بنبقى سايبينه للارج فوليومز بس. Each pump have alarms to alert clinical staff when the medication or fluid has been given or there is a possible problem preventing its delivery. في بعض الأوقات ممكن مثلا القسطرة مسدودة فالدواء عايز يمشي ما بيمشيش، فالمريض ما بياخدش الدواء فيقوم الجهاز يصفر لي، فأنا أروح أشوف إيه المشكلة اللي موجودة عندي. برضو واحنا في الرعاية هنشوف حاجة اسمها endotracheal tube أو ATT أو breathing tube. إيه الendotracheal tube دي؟ أهي عبارة عن أنبوبة داخلة من الماوث بتاع البيشنت بتاعي علشان تساعده في عملية التنفس، اللي هي هتبقى متوصلة بجهاز التنفس الصناعي بعد كده. يبقى الاندوتراكيال تيوب عندي
هي a long plastic tube used during invasive ventilation. دي بتستخدم في invasive ventilation. ايه ده يعني ايه الجملة دي؟ هو في invasive وفي non-invasive ventilation. اجهزة التنفس الصناعية، في اجهزة invasive بتبقى داخل بيها بالانبوبة الحنجرية، داخل بيها من الماوث واصل للثروت through the throat لغاية اللونج، وفي حاجات بتبقى عبارة عن ماسك يتحط على البيشنت بس واسمه فنتليتور. وده اللي هيتشرح بالتفصيل بس في المديول الاعلى اللي هو الادفانسد كريتيكال كير. احنا النهارده بس عايزين نعرف ان في فنتليشن وفي انبوبه خارجه من الماوث بتاع البيشنت بنقول عليها انتوتراكيال تيوب، ودي طريقه طبعا انفيزيف. ليه انفيزيف؟ لان انا داخل من الماوث ماشي لغايه الثروت لغايه اللونج، ودي بستخدمها اثناء الانتوبيشن. الاكسترنال اند اوف ذا تيوب بتبقى متوصله بتيوب معينه اللي هي متوصله بالفنتليتور اللي هو ده جهاز التنفس الصناعي. هل الفنتليتورز كلها زي بعض؟ لا، الفنتليتور مود، في مودز كتيره، في اس اي ام في، في سي ام في، في في فنتليتور اسمه سيباب، في حاجات كتيره، في حاجات منها معناها ان المريض بتاعي بدا يتحسن وبدات اعمل ويننج من على الفنت، في حاجات مودز معينه لو المريض بتاعي موجود عليها لا يبقى كده الحاله المريض بتاعي حالته كومبليكيتد، في ايتمز معينه انا ككلينيكال فارماسيست ببص عليها بتفرق معايا يا ترى المريض ده بيتحسن ولا لا، في ادويه معينه انا ممكن احتاج اضيفها بناء على قراءات معينه من الفنتليتور. وبالتالي ده موضوع برضو الصيدلي ممكن يكون ليه دور في اطار الادويه. انا مش بتكلم على دوري انا في الجهاز بتاع الفنتليتور او تظبيط الفنتليتور، انا بتكلم انا كدوري بناء على القراءات اللي الفنتليتور بيديها انا ممكن اعمل ايه. تمام، يبقى نرجع تاني كده، دي الانبوبه الاندوتراكيال تيوب اللي خارجه من الماوث بتاع البيشنت اللي متوصله بجهاز التنفس الصناعي عندي. انا ككلينيكال استفدت منها ايه؟ استفدت ان انا لما ببص على الفنت في ديسيجنز معينه انا ممكن اخدها بناء على القراءات اللي موجوده على الفنت. طبعا لو انا رجعت بس سلايد باك على السيرنج بامب والانفيوجن بامب، طبعا ده شغلي الاساسي ان انا بمسك دواء دواء موجود اشوف الدايليوشن بتاعه اتعمل بطريقه صح ولا لا، الدوز مظبوطه ولا لا، الانفيوجن ريت اللي ماشي عليه المريض بتاعي مظبوط ولا لا، الكومباتيبلتي بتاعه الدواء ده مع الفلويد اللي محطوط عليه. بمعنى مثلا التمريض حاطط لي لازق لي وكاتب لي 2 امبول ليفوفيت زائد 50 سنتي جلوكوز بمعدل مثلا 3.5 سنتي، انا هعمل ايه؟ هحسب جرعه الليفوفيت ده اللي هو النور ابينفرين اتاكد مظبوطه ولا لا، يا ترى النور ابينفرين يتحط على الجلوكوز ولا الجلوكوز ده انكومباتبل معاه ولا ايه؟ يبقى ليا دور في الكومباتبيلتي. طب يا ترى ال 50 سنتي اللي محطوط عليها ده دايليوشن كافي ولا محتاج يتحط على 100 سنتي او 200 سنتي او وات ايفر؟ ده دور ليا فيه ككلينيكال. الانفيوجن ريت اللي ماشي عليه هل ده مناسب للمريض ده ولا لا؟ الدواء ده المفروض يتاخد سنترال لاين ولا بريفرال لاين؟ سنترال لاين يعني عن طريق السنترال فينس كاتيتر ولا يتاخد بريفرال لاين عادي؟ يبقى انا بس مجرد سيرنج قرايتي عليها كل كلمه مكتوبه عليها انا ككلينيكال فارماسيست ليا دور فيها. تمام، خلي بالك من حاجه مهمه جدا، كتير بيبقى أدوية متعلقة للمريض ومش مكتوبة في الفايل، خصوصا لما بنشوف الشجرة دي، لأن اللي بيحصل الشجرة دي زي ما بقولك معناه إن المريض بياخد أدوية كتير وفي الغالب الحالة كريتيكال قوي، فأنت برضو بتبص طب يا دكتور معلش أنت معلق له مثلا دلوقتي أدرينالين والأدرينالين ده مش مكتوب في الفايل، طب معلش نكتب نكتبه في الفايل عشان احنا نبقى عارفين المريض بياخد ايه، وهنا الفايل ده بالنسبه لي مرجع للمريض الادويه اللي خدها عندي. طب يا دكتور مثلا الريت هنا كذا والريت هنا كذا، مش بس كده انت بتعمل ريليشن ما بين مثلا حاجه زي النور ابينفرين المريض بياخده، انا بصيت على الريت اللي المريض بياخده وبصيت على المونيتور في نفس الوقت، اول جهاز اتكلمنا عنه اللي فيه البلاد بريشر لقيت البلاد بريشر عندي ستيبل، راجعت قرايات البلاد بريشر عندي في خلال الاربع خمس ساعات اللي فاتوا لقيت البلاد بريشر عندي متظبط. طب يا دكتور انا دلوقتي بدي مثلا النور ابينفرين عشان اظبط البلاد بريشر، حضرتك الضغط عندي كذا دلوقتي وفي الاربع خمس ساعات اللي فاتوا الضغط كان كويس، طب نبدا نوين نبدا نقلل الجرعه بتاعه الدواء. اذا انا بس بصات سريع على الاجهزه دي هتفرق معايا انا ككلينيكال. تمام، خلصنا الاندوتراكيال تيوب والفنتليتور، ندخل على انبوبه ثانيه نيزو جاستريك تيوب. دي الانبوبه دي بقى داخله من النوز، الانبوبه دي داخله من النوز اهي نيزو جاستريك. لو انت بصيت معايا على الصوره دي، دي خلينا ناخد قلم كده، دي الانبوبه اللي داخله من الماوث دي هتبقى في الاخر متوصله بالفنتليتور، دي اللي هي ايه الاندو
تروكيال تيوب، لكن اللي انا هتكلم عنها في السلايد دي اهي شايفها، دي عبارة عن ايه؟ النيزو جاستريك تيوب. طب امال ايه دي؟ دي السنترال فينس كاثيتر. سنترال فينس كاثيتر ادي البورتس بتاعتها اللي انا بدي فيها الدواء، يعني انا بدي الدواء كده او كده او كده، ودي متوصله في الاخر بالرقبه بتاعه المريض بتاعي، سواء كانت في السب كليفيان او في الجاجولار فين. تمام. طيب نيجي تاني للنيزو جاستريك تيوب. النيزو جاستريك تيوب دي قلنا انبوبه داخله من النوز لغايه الاستومك، اهي شكل تاني اهي اوضح، ادي من النوز فاتحه للاستومك. تمام. ودي موري لك هو بيدي الدواء، بيدي الاكل فيها او الادويه فيها ازاي، بس هي في الغالب بنستخدمها للفيدنج. ادي الانبوبه اهي في النوز، وهو بس الانبوبه التمريض بيرفعها وبيوصلها بسترنجه. السترنجه دي مثلا بيبقى حاطط فيها عصير او حاطط فيها اكل مضروب ناعم خالص، او من الحاجات اللي هي الريدي ميد فورمولا، وبيحطها في السيرنج وهي تبدا تنزل بالجرافيتي عندي كده كده. انا باكل المريض بتاعي، ادي شكل تاني اهو نيزو، وبيتحط عليها بلاستر عشان اثبتها علشان ما تتحركش. ده شكلها، هي عباره عن انبوبه اهي، في بتدخل عندي من النوز بتاعت البيشنت بتاعي لغايه ما توصل للاستومك، ودي انا بقدر اوصلها بالسيرنج بتاعتي اللي هدي منها الاكل. طب انا استفدت منها ايه؟ دي عباره عن فليكسبل تيوب بتمشي من البيشنت نوز لغايه الاستومك. طب هو انا ممكن ادخل منها من الماوث؟ اه ممكن تدخل منها من الماوث، بس ساعتها بيبقى اسمها اورو جاستريك تيوب. اورو جاستريك تيوب ليه؟ لان انا بادئ من الماوث فساعتها بسميها اورو، وبتنتهي بالاستومك فبسميها اورو جاستريك. لكن انا هتكلم عليها النهارده نيزو جاستريك. طب هو ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين الاورو جاستريك والنيزو جاستريك؟ وامتى الجا لدي وامتى الجا لدي؟ وفي حاجه ثانيه بنقول عليها بيج وبيج، ايه الحاجات دي؟ دي اللي هنعرفها مع بعض في محاضره النيوتريشن. محاضره النيوتريشن باذن الله هتكلم اكتر على الانابيب بتاعه التغذيه وطرقها ايه، بس انا النهارده بتكلم معاك على اللي انت هتشوفها اكتر في الرعايه اللي هي النيزو جاستريك. لكن في انواع تانية دي اللي هتتشرح في المحاضره اللي قبل الاخيره من الكورس ده، هنعرف الفرق بين الانابيب التانية. طيب النيزو جاستريك تيوب زي ما قلنا بعمل لها سكيورد ان بليس باي تاب، بيتحط عليها كده بلاستر او حاجه عشان ما تتحركش عندي. طب انا بستفيد منها ايه؟ يا بدخل فيها حاجات يا بخرج منها حاجات. يبقى to remove bodily fluid from the stomach to prevent vomiting and possible aspiration، بخرج منها السكريشنز او الفوميتنج الفوميتس اللي ممكن يبقى موجود عندي في الاستومك بتاعه البيشنت، بدي له فرصه ان هو يخرج من الانبوبه دي. وفي حاله زي كده الانبوبه دي هتبقى منتهيه بكيس، هتبص تلاقي كده في باج، القسطره دي هتبقى طويله، هي داخله هي من النوز ومتوصله للاستومك، اخرها متوصل بكيس محطوط جنب المريض بيجمع السكريشنز اللي بتطلع من الاستومك دي. وفي الغالب بيبقى لون السكريشنز اللي بتبقى طالعه من الاستومك النورمال بيكون براونش جرين، بني مخضر كده، لكن في بعض الاوقات ممكن اللي طالع عندي يبقى دم بلاد لو المريض مثلا فيه ماتمسس، ممكن يكون في بايل لو في مثلا بيلري اوبستراكشنز او في مشاكل في البايل، ابص الاقي اللون اللي طالع في الكيس ده لون مخضر لون البايل. فبالتالي انا هنا استفدت منها مش في الاكل، انا استفدت منها هنا ان انا اشيل الحاجات السكريشنز اللي موجوده دي او الفوميتس او الحاجات دي عشان ما يحصلش اسبريشن للمريض بتاعي. وممكن استخدمها طبعا وده الاكثر ان انا ادي فيها الميديكيشن او الفود للبيشنت اللي هو مثلا محطوط على الفنت، ما هو مريض محطوط على جهاز التنفس الصناعي فمش عارف ياكل، او البيشنت اللي مش عارف يبلع، فانا هديله التغذيه عن طريق النيزو جاستريك تيوب او اللي بنقول عليها الرايل. عشان كده انت كتير مثلا في الرعايه تلاقيه يقول لك ايه الرايل يا دكتور، اصل الرايل مفتوحه دي اوبن رايل. يعني ايه اوبن رايل ويعني ايه كلوزد رايل؟ على حسب انا بستخدمها لايه، على حسب انا بستخدمها عشان ادي فيها اكل، ولا انا بستخدمها عشان اطلع منها السكريشنز دي. لو انا بستخدمها عشان ادي فيها اكل هتلاقيها متوصله للمريض في النوز بتاعته بالمنظر ده اهي، بالنوز كده، والطرف الثاني ده هتلاقيه نازل على الصدر بتاع المريض، وتلاقي التمريض يجي يمسك السيرنج يوصلها ويدي فيها الدواء. لو انا بستخدمها علشان اشيل السكريشنز هتلاقي الطرف ده لا اطول ومتوصل بعد كده بباج بيجمع فيها السكريشنز دي. لو السكريشنز دي لونها براونش جرين يبقى دي في الغالب النورمال سكريشنز بتاعت الاستومك، لونها مخضر شويه لا دي ممكن تبقى بايل، فيها بلاد يبقى فيه هيماتيمسيس. وبالتالي دي برده من الحاجات اللي انا ببص عليها علشان اعرف المريض بتاعي عنده ايه بالظبط او وضعه ايه.
في بعد كده عندي الانفولينج يوريناري كاتيتر اللي هي القسطره، بس القسطره بتاعت البول ده الشكل المتقدم او الافخم فيها او الشكل العادي بتاعنا ده، عباره عن ايه؟ باج. الباج دي مترقمه يعني 100 سنتي 200 سنتي 300 400 وبتبقى اكتر من كده طبعا كمان. انا بستفيد منها ايه؟ ببص عليها بعرف المريض بتاعي بيجيب يورين قد ايه، لان انا لو المريض بتاعي في الرعايه انا ببقى محتاجه اتابع اليورين اوت بوت بتاعه، لان انا ممكن يبقى داخل المريض عندي سليم وفجاه يحصل له مثلا اي كي اي نتيجه بعض الادويه، او يبقى داخل عندي اصلا باي كي اي وانا محتاج ان انا اتابع اليورين بتاعه علشان اعرف اليورين بتاعي مظبوط ولا لا. اذا الاندولينج يورينري كاثيتر انا بستخدمها علشان قياس اليورين. Intensive care patient requires the use of an indwelling urinary catheter to measure the amount of urine they produce. How does it work? ال IDC عبارة عن soft flexible tube بتتحط في البلادر عشان تسحب اليورين عادي. الكاثيتر دي inserted into the urethra بتدخل في اليوريثرا وبتتوصل بعد كده بالurinary drainage bag اللي احنا قلنا مترقمة، وبالتالي انا كل اللي بعمله ايه؟ ان انا بس ببص كده عليها، المريض جايب عندي 100 سنتي دلوقتي، لا المريض جايب 200، المريض بيجيب كم سنتي في الساعة وهكذا عشان اقدر اتابع اليورين output. طبعا هو انا ليه دور في السنترال فينس كاثيتر او في الاندولينج urinary كاثيتر؟ ليك دور. ليك دور اولا في الانفكشن، لان السنترال فينس كاثيتر او الاندولينج يورينري كاثيتر ده سورس الانفكشن. السنترال فينس كاثيتر ممكن تدخلك يا اما لوكاليزد انفكشن يا اما في بلاد ستريم انفكشن. الاندولينج يورينري كاثيتر ممكن تدخلك في يو تي اي يورينري تراكت انفكشن. اذا انا ليا دور في ان انا اشوف الانفكشن عندي وضعها ايه، هل بسبب الكاثيتر اللي متركبه دي سواء كانت سنترال لاين او يورينري كاثيتر ولا لا. ليك دور كمان في انك انت بتبص في الاندولينج يورينري كاثيتر على اليورين اوت بوت علشان تعرف يا ترى المريض بتاعي عمليه اليورينيشن بتاعته منتظمه والكيدني شغاله معايا كويس ولا لا. مش بس كده على فكره، ده انت ساعات ممكن تبص في القسطره دي تبص تلاقي اليورين لونه محمر كده، او تبص تلاقي زي ما يكون فيه بلاد، فتبدا تسال يا جماعه هو المريض ده فيه نزيف مثلا او حاجه؟ يا دكتور ده المريض بينزف. طب احنا ماشيين على انتي كواجولانت. طب انا لا، انا ممكن اخد قرار ان انا اعمل هولد للانتي كواجولانت بتاعي. فبالتالي بس طبعا الاندولينج يورينري كاثيتر بالذات لما بيبقى فيها هيماتوريا دي بتحتاج ان هي تتقيم فيري كوشس، يعني مش اي بلاد هشوف في اليورينري كاثيتر هقول هوقف الانتي كواجولانت، لا بيبقى ليها مثلا كرايتيريا معينه او كده عشان تاخد قرار انك توقف الانتي كواجولانت بناء على هيماتوريا. اذا مجرد اساتر متركبه للمريض انا ككلينيكال فارماسيست ليا دور فيها. في عندنا حاجه اسمها ريسوسيتيشن باج او ريسوسيتور باج او اللي بنقول عليه احنا بالعربي الامبو. الامبو دي عباره عن بالونه كده تمام، بيتحط طرف منها على الماوث بتاع المريض بتاعي على بقه وانا بمسكها في ايدي وبتضغط عليها، عارف عامله زي البالونه كده، عامله زي البالونه انت بتضغط تضغط عليها بحيث ان دي كانها بتوصل هواء للمريض بتاعي. دي انا بستخدمها امتى؟ عشان انفليت اللنج during the procedures including intubation. اثناء ما بحط المريض على جهاز التنفس الصناعي ممكن على ما اوصله على الجهاز ابقى انا محتاجه اديله هواء شويه على ما يتوصل على جهاز التنفس الصناعي. فبنعمله ايه؟ بنعمله بالامبو باج ديت تمام. ممكن لو المريض عندي بيأرست، ودي كانت بدايتها هحكي لكم على قصه دلوقتي موضوع الامبو باج دي، المريض بيأرست ومفيش وقت احطه على جهاز التنفس الصناعي، فممكن بدل ما ادي النفس ببقي لا بديه بالامبو باج دي. انا فاكره اول اسبوع ليا يمكن في الرعايه الكلام ده من مثلا 6 7 سنين، وبعدين حاله مريض بيأرست وبعدين الممرضه جايه دكتوره دكتوره الامبو باج، وانا واقفه ايه الامبو دي يا جماعه؟ يا دكتوره الامبو باج هناك. طب يا جماعه ايه الامبو باج دي؟ هي دي الامبو باج، دي عباره عن حاجه زي ما قلنا كده بالونه بتساعدك ان انت تدي المريض النفس عادي. بالظبط كده دكتوره مروه، اد مانيوال فنتليشن، بالظبط كان انا بديله نفس يدوي بدل ما احط الماوث بتاعي على الماوث بتاعه، لا كاد مانيوال فنتليشن لغايه اما اما احطه على الفنتليشن او المريض نعدي مرحله الكاردييك ارست. في عندنا حاجه اسمها كراش كارت. ايه الكراش كارت دي؟ عربيه كده ترولي موجود فيه الادويه اللي انا محتاجاها في حالات الامرجنسي سواء كانت امرجنسي ميديكيشن او امرجنسي اكويبمنت. انا حاله طوارئ دلوقتي، مريض بيأرست، لازم الممرضه تطلع تجري بالعربيه دي. العربيه دي المفروض يبقى فيها كل الادويه اللي انا محتاجاها في حالات الطوارئ، من لايف سبورت دراجز، من لايف سبورت اكويبمنتس. فهي بالتالي حاجه لما كل يعني انا مثلا دلوقتي يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها اتروبين،
يبقى فيها ليدوكاين مثلا او اميودارون. فانت برضو ككلينيكال فارماسيست ليك دور في دي، ليك دور من ناحيتين، انك تتاكد ان كل الادويه اللي انا بحتاجها في حالات الطوارئ موجوده في الترولي او في الكراش كارت ديت، ده ليك دور فيه. الدور التاني الاكسباير، الاكسبيريشن ديت. مش عايزه اقول لكم ان تقريبا كل مره ككلينيكال بنعمل تشيك على الكراش كارت دي بنطلع منها ادويه اكسباير. ليه؟ اصل دي احنا بنستخدمها في حاله الطوارئ، تمام؟ فهي ادويه مركونه، لما بيحصل حاله طوارئ بنطلع نجري بيها بالبديه. فممكن بعض الادويه فيها تلاقيها اتنست، يعني مثلا انا فاكره اللي كنا دايما بنلاقيه فيها اكسباير مثلا حاجه زي الادينوزين، مش بنستخدمه كتير قوي مثلا، او ايد الدكاتره مش عليه قوي، فتلاقيه منسي فيها لغايه ما يبقى اكسباير. فبالتالي انت برضو بتتشك على ان كل الادويه اللي انا محتاجها في حاله الامرجنسي موجوده في الكراش كارت دي، وان الاكسبيريشن ديت بتاعها كويس. في عندنا جهاز تاني اسمه دي فايبريليتور. ايه دي فايبريليتور ده؟ ده عباره عن الكترونيك ديفايس جيفز ان الكتريك شوك تو ذا هارت، اللي هو جهاز الصدمات الكهربائيه. ده بالنسبه لي بيساعدني ان انا ارجع النورمال كونتراكشن هارت، النورمال كونتراكشن للهارت، وارجع الريزم عندي يبقى نورمال في بعض انواع الاريثميا، مش في كل انواع الاريثميا. يعني دي فايبريليتور مش اي اريثميا يلا لسوع العيان، لا، في انواع معينه عندي. الجهاز ده عباره عن ايه؟ اهو بالمنظر ده، وفي عندي تو باتس اللي هما الاثنين اللي هنا دول، الدكتور بيمسكهم وبيحط جل على المريض، ومفروض ان المريض يبقى عامل شيفنج، ما يبقاش فيه شعر مثلا في التشست او حاجه عشان الشعر ما يتحرقش بالكهرباء دي. الدكتور بيمسك التو باتس دي وبيقول كلير كلير، الكل يبعد عن السرير، ويحطها، لان انت ممكن تتكهرب لو انت لامس السرير، ويحطها على التشست بتاع البيشنت بتاعي يديله الصدمه الكهربائيه دي. طبعا في بعض انواع الريزم، مش كل انواع الريزم. الاجهزه الحديثه بتقدر ان هي تقرا الريزم بنفسها وتقول لك اذا كنت تدي الصدمه الكهربائيه ولا لا. مش بس كده، في بعض الاوقات يقول لك ادي الصدمه الكهربائيه دلوقتي. الجهاز ده بيبقى متظبط على فولتس معينه. دي اهم حاجه تهمنا ان احنا نبقى عارفينها عن الدي فايبريليتور. اعتقد في حد كتب سؤال، شيك على السؤال ونرجع نكمل. دكتوره مياده، هاو نيزو تيوب يوزد ان كيس اوف باول اوبستراكشن. في حاله ان في باول اوبستراكشن معناها ان هيحصل اكيوميليشن للسكريشنز جوه، وبالتالي انا هستخدمها علشان اشيل السكريشنز اللي موجوده دي. بمعنى تخيلي لو انا السكريشنز دي انا مش فاتح لها ممر علشان تعدي عندي، هيحصل ايه؟ المريض بعد كده ممكن يحصل له اسبريشن منها. وبالتالي هي الفكره ان هي انبوبه، بس بدل ما كنت بستخدمها علشان ادخل فيها الاكل او الدواء، لا، انا هستخدمها علشان اجمع السكريشنز دي لبره. وبالتالي زي ما بقول لك بتبقى متوصله من النيزو للجاستريك، ومتوصله بكيس بعد كده، بيبقى ليها كيس هجمع فيه الحاجات دي. بالمناسبه النيزو جاستريك تيوب انت ليك دور كمان فيها، غير الفيدنج غير الكلام ده كله. الادويه اللي هتتحط في النيزو جاستريك تيوب، مش كل الادويه ينفع يتعمل لها كراش، يعني مش كل الادويه ينفع اكسرها واديها في النيزو جاستريك تيوب دي. مثال حاجه زي الكنترول دي ريليز دراج، ودي بنشوفها كتير على فكره، او السستيند ريليز. انا عارف كصيدلي ان الكنترول ده او السستيند ريليز لازم يتبلع. طب انا المريض عندي مش بيبلع، يقوم التمريض الدكتور كاتب كنترول دي ريليز او سستيند ريليز، يقوم التمريض ماسك القرص مكسره ومدوبه في شويه ميه ومديه في الرايل. يحصل ايه؟ انا بدي الدواء بتاعي بهاي دوز مره واحده، وبالتالي ليك دور انك تبص المريض متركب له رايل، بتسال انت الادويه بتديها له اورا ولا بتديها له في الرايل؟ يقول لك بديها له في الرايل. تقول له طب واحده واحده بقى، تعالى معايا كده نشوف دواء دواء مين اللي ينفع يتاخد في الرايل ومين اللي ما ينفعش. تمام؟ في عندنا حاجه اسمها موبايل اكس راي، اللي هي الاشعه بتاعه اكس بس متنقله، اقدر ادخل بيه في الرعايه عندي. ده عباره عن جهاز راديوجرافي بقدر استخدمه ان انا اعمل اكس راي عندي في الاوضه بتاعه المريض. المريض نايم على السرير عادي، ويدخل التكنيشن بالجهاز ويعمل لي الاشعه، سواء بقى تشيست اكس راي مثلا او كده، والمريض نايم على السرير. في بعض الحاجات التانيه بقى، ساكشن كاثيتر، هتلاقيها متعلقه فوق المريض. عباره عن ايه؟ دي بتبقى عباره عن حاجه زي يعني بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، زي ما يكون دور او برطمان كبير، ومتوصل بيه جهاز السكشن. عارف جهاز السكشن اللي عند دكتور السنان؟ مش انت لما بتروح لدكتور السنان بيمسك جهاز كده عشان السكريشنز اللي موجوده كتير في بقك، السلايفا هو مش عارف يشتغل منها، فتلاقيه يمسك لك جهاز كده يحطه في بقك يسحب السلايفا دي عشان يعرف يشتغل. نفس الفكره تقريبا، هو جهاز سكشن، بحيث ان انا لان السكريشنز اللي موجوده في الماوث بتاع البيشنت بتاعي ده ممكن يعمل لها اسبريشن وتدخلني في اسبريتد نيمونيا، فانا التمريض كل شويه
بيبدأ يعمل ساكشن للمريض عندي السكريشنز الموجودة في الماوث، فده ده التب اللي بتتحط في البق بتاع العيان، والسكريشن تبدأ تتجمع وتتحط عندي هنا. ما يعني ما بستفدش انا ده من حاجة غير ان مثلا السكريشنز او عدد مرات السكشن تفرق معايا، يعني انا يفرق معايا ايه السكشن كاثيتر ده. لو لقيت التمريض كل شوية عمال يعمل سكشن للمريض بتاعي، بتبدأ تسأله هو انت السكريشنز عندك كتيرة في المريض؟ يقول لك اه يا دكتور، ده المريض بعد ما كان بيجيب مرة او 1 او 2 سكريشنز، ده كل شوية عمال يجيب لي سكريشنز. السكريشنز الكتيرة دي ممكن تكون معناها ان في نيومونيا، وبالتالي تبدأ تبص ايه ده، طب وريني الوايت بلاد سيلز، طب وريني التمبريتشر اخبارها ايه، طب سحبته كالشر ولا لا، طب الشيست اكس راي مطلع فيه نيومونيا ولا ايه، طب البيشنت الريسبيريشن الريسبيراتوري ريت اخباره ايه. يعني مجرد عدد مرات السكشنز النوزات ممكن تكون بالنسبه لك كالارم انك تتشك ان المريض مثلا ما دخلش في نيومونيا. بنسمع على طول يقول لك ايه، حط لي المريض على مرتبه هوائيه. ايه المرتبه الهوائيه دي؟ اي سي يو بيد ماتريس. ايه الماتريس دي؟ مرتبه هوائيه مصممه بطريقه معينه ان المريض اللي هيقعد عندي في الرعايه وقت طويل ومش هيتحرك على السرير عرضه ان يحصل له بيت سورس او قرح الفراش، فبالتالي بيبقى فيه مرتبه معينه بتتحط على السرير علشان تقلل من الريسك المرتبه الهوائيه دي، بتقلل من ريسك البيت سورس. طبعا هو هتلاحظ كمان ان دايما الدكتور يدخل مثلا التمريض يقول له ايه يا دكتور ده عنده بيت سورس مثلا جريد 4، تلاقي الدكتور يقول له ايه بتقلبه كويس. يعني ايه بتقلبه كويس؟ المفروض ان انا المريض عندي على السرير كل شويه انقله شويه على جنبه اليمين شويه على جنبه الشمال علشان ما يحصلش قرح الفراش، المفروض ان انا احط له مرتبه هوائيه. فتلاقي كده الدكتور حط ايده على السرير يقول لك ايه ده، انتوا ليه مش حاطين له مرتبه هوائيه، حط لي يا عم هنا مرتبه هوائيه. فدي بنقول عليها اي سي يو بيد ماتريس، استفدت منها ان انا بقلل الريسك للبيت سورس. في عندنا حاجه اسمها كومبريشن ستوكينج، او بالبلدي عندنا في مصر شراب دوالي، بس هو مش شراب دوالي، بس تلاقي التمريض كاتب لك ايه شراب دوالي. ايه الشراب دوت؟ هو عباره عن جراديويتد كومبريشن ستوكينج، شراب بضغط معين علشان يقلل الريسك للدي في تي. يبقى ده عباره عن بروفلاكسس للدي في تي. امتى بستخدمه؟ في بعض الحالات اللي مش نافع ادي فيها انتي كوادولانت. لما هناخد مع بعض التشيك ليست ان شاء الله هنعرف ان المريض المفروض يمشي على انتي كوادولانت بروفلاكسس عشان ما يحصلوش دي في تي نتيجه وجوده على الموبايل فتره طويله عندي في الرعايه. في بعض الاوقات انا مش قادر ادي انتي كوادولانت بروفلاكسس للدي في تي، فبنلجا للشراب ده اسمه جرادويتد كومبريشن ستوكينج، بس اللي بيتقال عليه هنا في مصر عندنا بالبلدي كده شراب دوائي. هنلاقي مثلا في حاجه اسمها بيشنت كنترولد انالجيسيا. ايه البيشنت كنترولد انالجيسيا ده؟ بس ده يعني انا ما شفتوش برده لا مره او مرتين. يعني ده عباره عن جهاز بالمنظر ده بيتحط فيه اوبويد، والجهاز ده بيبقى بتظبط بطريقه معينه انه يديلي بولس للاوبويد كانالجيسك، والمريض يقدر يدوس عليه فروم تايم تو تايم عشان ياخد بلصايه كده من الاوبويد كانالجيسك. يعني هو الجهاز متظبط انه يدي بولس والمريض بعد كده يقدر يدي لنفسه الدواء من وقت للتاني اي في. طبعا الجهاز متظبط ان هو يتاخد على فترات معينه، يعني مثلا كل ساعتين او كده، والمريض يقدر يتحكم فيها مع نفسه. انا ما شفتوش تقريبا الا مره او مرتين في الحالات اللي هي بتبقى باليتيف، وكانوا الحالتين حالات اونكو، يعني ناس كبار في السن والكانسر انتشر في كل حته في جسمهم، فيعني محتاجين انالجيسك لغايه ما ربنا يرحمهم يعني. فيمكن دي المرتين اللي انا شفت فيه البي سي اي دوت، بيشنت كنترولد انالجيسيا او بي سي اي. ما عدا ذلك طبعا انا الانالجيسك احنا عارفينها، يا اما البرفلجان يا اما نون سترويدال يا اما البيثيدين مثلا يتاخد شطات او از نيدد او كده، لكن الجهاز ده انا شفته مره او مرتين بالظبط. كده خلصنا الجزء الاولاني من المحاضره بتاعنا، تعالى كده نرجع للشكل الاول خالص ونعمل ريفرش سريع كده مع بعض تاني علشان نتاكد ان المعلومات ثبتت في دماغنا. انا داخل الرعايه دلوقتي، المريض بالظبط على السرير اهو، تعالى بقى نمسك حاجه حاجه، المريض على السرير اهو، انا هبص الانبوبه اللي خارجه من النوز دي اسمها ايه؟ اسمها اندو تراكيال تيوب، والانبوبه دي متوصله بايه؟ اهي سلوك كتير 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 ومتوصله بالاخر عندي بالميكانيكال فنتليشن. تمام؟ لما جيت ابص هنا في الماوث بتاع البيشنت لقيت هنا عندي دي الرايل او النيزو جاستريك تيوب. لما جيت ابص في الرقبه بتاعه المريض لقيت كده لاين
وخارج منه يا اما تفريعتين يا اما 3 تفريعات على حسب، دي اللي بنقول عليها السنترال فينس كاثيتر. طبعا هي بتفرق ان هي بتبقى ايه كده وخارج منها ناحيتين، تمام، فكده اقدر ادي الدواء من هنا او من هنا، او بيبقى خارج 3 فاقدر ادي الدواء من ال3 نواحي. ايه تاني؟ ادي الاوكسيميتر اهو اللي هيقيس الاكسجين ساتوريشن، ادي القف اهي اللي هتبقى متوصله بالمونيتور عندي. ايه تاني؟ ادي اليورينري كاثيتر اهي، تمام. ايه تاني؟ ادي الشجره هنا دي اللي فيها الانفيوجن بامب واللي فيها السيرنج بامب، ادي الامبو اهي. بس هي يمكن دي كده اهم حاجه في الرسمه دي. تعالى كده نرجع تاني، الاي سي يو بتسايد مونيتور، عرفنا انا المونيتور هبص على ايه فيه، عرفنا القف، عرفنا الارتيريال لاين اللي انا هلجأ له لو انا مش قادر اخد قرايات صح او كونتينوس للبلاد بريشر على المونيتور العادي، وبالتالي هعمل ارتيريال لاين اقدر امونيتور منه البلاد بريشر في الحالات الفيري كريتيكال، وفي نفس الوقت هيساعدني في البلاد سامبلينج خصوصا الاي بي جي. عرفنا المشبك او اللي هو بنقول عليه الاوكسيميتر او الساتوريشن مونيتور، عرفنا السنترال فينس كاثيتر وان هي داخله وان انا ممكن ادي بيها ادويه وان هي بتبقى بالنسبه لي ريسك للانفكشن، بس انا محتاجاها في بعض الادويه بناء على اوزمولارتي معينه للادويه ديت. طبعا بتحتاج على فكره كير عالي جدا من التمريض بتاعك عشان هو كل شويه يعمل لها فلاشنج او كده عشان ما تتسدش. عرفنا بعد كده الفرق بين السيرنج بامب والانفيوجن بامب، الفرق بين كل واحده فيهم، وانا ككلينيكال فارماسيست دوري ايه. عرفت الاندوتراكيال تيوب اللي انا هشوفها في المريض متوصله بالفنتليتور. عرفنا بعد كده النيزو جاستريك تيوب وفايدتها ايه بالنسبه لي، سواء انا هستخدمها في الاسبريشن او هستخدمها في النيوتريشن او في الميديكيشنز، ودوري في الادويه اللي بتتاخد في الرايل دي، هل كل الادويه ينفع تتاخد ولا لا. عرفنا اليورينري كاثيتر ودوري ايه، ان انا هتابع اليورين اوتبوت، ولو حصل انفكشن ومفيش سورس واضح للانفكشن عندي وانا متاكد ان المريض في انفكشن ومفيش سورس واضح، ممكن اشك ان هي بمنتهى البساطه اليورينري كاثيتر دي هي اللي دخلتني في الانفكشن دي. عرفنا الريسوسيتيشن باج، عرفنا الكريش كارت وان انا هبص على ادويه ايه تبقى موجوده فيها والاكسباير ديت بتاعها، الدي فايبريليتور، الموبايل اكس راي، السكشن كاثيتر، الاي سي يو بيد ماتريس، الكومبريشن ستوكينج، والبيشنت كنترولد انالجيسيا. وكده خلصنا الجزء الاول من المحاضره معانا. لغايه كده في اي اسئله؟ طبعا هي دي الموست كومون ديفايسز اللي هتبقى موجوده عندك في الرعايه، تمام. لغايه كده في اي حد عايز يسال اي حاجه؟ تمام. على ايه يا دكتوره مياد؟ على ايه؟ اوكي تمام.